بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا هو موسم الحج الذي ينطلق الناس فيه من سائر أنحاء العالم الإسلامي ليذهبوا إلى بيت الله الحرام لينفتحوا على الله هناك. وقد حدثنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وفي غيرها من الآيات أن الحج كان فريضة من الله انطلق بها إبراهيم عليه السلام بأمر من الله، فقد حدد الله له مكان البيت أين يبنيه وأراد له أن ينطلق بالتوحيد لله في كل أموره، فالله وحده الخالق والرب والإله والمعبود والمطاع، وعلى الإنسان أن ينطلق في كل حياته ليكون الرب وليكون الله هو الأول والآخر عنده. ليست مسألة الله في كل عقيدة رسالات منذ أن بعث الله رسله حتى ختمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله، كانت
مسألة التوحيد أساسية بالمعنى الذي لا يجعلك تفكر بالله بحيث يكون له دور معين في حياتك ليكون للآخرين دورهم، أو ليكون لحريتك لك حرية أن تفعل ما تشاء. كفى بعض الناس الذين يعتبرون أن مهمة الله عندهم هي في مساجدهم، وأن قضية الله هي قضية تأخذ جانبا من حياة الإنسان، وللإنسان أن يأخذ حريته في جوانب أخرى. لنا أن ننشئ مع الله علاقة، ولنا أن ننشئ مع الآخرين علاقة. لنا أن ننطلق في حياتنا على أساس أن ندخل الله في بعض مواقعها، وأن لا نفسح المجال لأن يكون لله دور في مواقعه. بعض الكلمات التي يتحدث بها الناس قد توحي بذلك، عندما يقول الناس في كلماتهم ساعة لقلبك وساعة لربك، فكأن للقلب حرية أن ينفتح على أحلامه وعلى عواطفه وعلى لذاته بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. أو يقول بعض الناس عندما تذكر كلمة الله عنده في أي موقع من المواقع، أن يقول بعض الناس خلونا الله على جنب، أو ما إلى ذلك من كلمات لا تدخل الله في هذه القضية ولا تدخل الله في تلك القضية. أو كما يقول بعض الناس الدين لله والوطن للجميع، بمعنى أن الله لا حصة له في الوطن، اترك الوطن يدبر نفسه مع هذه الجهة الدولية أو مع هذه الجهة الإقليمية أو مع الناس الذين يتحركون. لا تدخل الله في الوطن، أعطوا الله دينه فيما يريدكم من الدين، ولكن اتركوا الوطن للجميع، تماما كما لو كان الجميع لا علاقة لهم بالله. ولكن إذا كان الوطن خلق الله، وإذا كان الجميع خلق الله، كما هو الدين رسالة الله، فكيف يمكن أن تعزل الله عن الوطن وأن تعزل الوطن والجميع عن الله؟ كلمات يقولها الناس في حياتهم توحي بأن هناك ثقافة شعبية أو غير شعبية تنطلق من فكرة أن لله دوراً معيناً، وأن لله وظيفة محددة، وأن لله موقعاً محدداً، وعلينا أن لا ندخل الله في المواقع الأخرى، كما أن علينا أن لا نخلط بين الله وبين الآخرين. فكرة التوحيد أيها الأحبة أن يكون الله كل شيء في حياتك، عندما تفكر، عندما تتعاطف، عندما تحس وتشعر، عندما تأكل، عندما تشرب، عندما تشتهي تتلذذ، عندما تؤيد، عندما ترفض، عندما تنام، عندما تستيقظ، عندما تقوم، عندما تقعد،
كل ذلك لابد أن يكون بأمر الله وبإذنه وبرعايته وبكل ما يتصل به. أنت لا تملك نفسك ولا تملك شيئا من أمرك، أنت الإنسان الذي تنطلق في حياتك لتكون لتجعل نفسك لله باختيارك كما أنت لله بوجودك من خلال خلقك. ولذلك حدثنا الله عن إبراهيم الذي أطلق كلمة الإسلام لتعني شمولية الموقف الإنساني أمام الله، إذ قال له ربه أسلم بكلك، قال أسلمت لرب العالمين، قل إن صلاتي، هذا هو الإسلام أيها الأحبة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك نلاحظ أن الله عندما بوأ لإبراهيم مكان البيت، حدد له المكان، أراد منه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وفهم إبراهيم التعليمات الإلهية، ما معنى أن لا يشرك بالله شيئا؟ أن يسلم كل أمره لله، لا أحد مع الله، حتى الأنبياء، حتى الأولياء، حتى الأوصياء، إنهم عباد الله، تعظمهم لأنهم أطاعوا الله ولأنهم أخلصوا له، ليس مع الله أحد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً، ليس مع الله أحد، الكل عباد الله. في التشهد ماذا تقول؟ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، هو عبد الله، وعظمته أنه كان في عبوديته مثال العبد الذي أعطى كل حياته لله. وطهر بيتي، اجعله طاهراً من الأوثان ومن الأصنام ومن كل ما يشوه الروحية التوحيدية، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، الطائفين الذين يطوفون بالبيت، والعاكفين الذين يقيمون في البيت أياماً ليعتكفوا ويتعبدوا، والركع السجود الذين يركعون لله ويسجدون له في كل صلواتهم. اجعله يا إبراهيم طاهراً، اجعله مكان الطهارة التي يتطهر فيها الإنسان من كل رجس المعاصي ومن كل قذارة الأفكار السيئة وقذارة الشر. طهره، اجعل أجواءه أجواء الطهارة، ليكون مجتمعه مجتمع الطهارة. ثم وأذن في الناس بالحج، ادعوا الناس يا إبراهيم، أذن بهم، أعلمهم، ارفع صوتك حتى لو لم يكن حولك أحد، أطلق صوتك في الأجيال كلها، فسيستجيب له من هو هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء ومن يأتي بعد ذلك. أذن في الناس بالحج، يأتوك رجالاً
على أقدامهم راجلين، وعلى كل ضامر من الإبل يأتينا من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم، منافع روحية. عندما ينعزل الإنسان عن كل مشاغله ومشاكله وكل الضوضاء التي يعيشها في حياته الخاصة، لينطلق في وفادة إلى الله، كأن الإنسان عندما يذهب من هنا إلى هناك إنه يحج إلى الله. الله ليس له مكان، ولكن الله تعبدنا بهذا المكان. الله جعل في كل الله سبحانه أراد لنا أن نبني في كل مكان مسجدا، ولكنه وضع لنا المسجد العالمي، المسجد، مسجد العالم، المسجد الحرام، الكعبة، هي المسجد العالمي في بلداننا. هذا مسجد القبيلة، هذا مسجد البلد، هذا مسجد المنطقة والمحلة، ولكن المسجد الحرام والكعبة، البيت الحرام، هو مسجد للناس كافة. ويريد الله للناس أن ينطلقوا إلى هذا المسجد ليتعبدوا، ليفرغوا قلوبهم من كل فكر الشر، ومن كل فكر الجريمة، ومن كل خطأ فكر الفساد، وليطهروا أجسادهم من كل ما تنجذب إليه في شهواتها من معاصي الله. تذهب إلى الحج لتطهر نفسك، لتأتي إنسانا طاهرا، طاهرا في عقلك، في قلبك، في إحساسك، في شعورك. ليست مهمة مادية، ولكنها مهمة روحية. ولذلك لابد لك عندما تذهب إلى الحج أن تحضر عقلك، وأن تحضر قلبك، وأن تحضر جسدك، لتقول لكل هذه العناصر التي تمثل وجودك: تهيأ للقاء الله، لأن نلتقيه، لأن ننفتح عليه، لأن نقدم حساباتنا في الدنيا بين يديه، لأن نركع ونسجد له، لنطوف ببيته، لنعيش في آفاقه، لننفصل عن كل من هو غير الله. لهذا أيها الأحبة، في بعض الأحاديث إن الحج حاج إذا خرج من حجه وكان قد عاش روحية الحج وأدى مناسك الحج، يقال له استأنف العمل من جديد. يعني كل حياتك الماضية الله سكر لك إياها، ابدأ من جديد. يخرج من الحج كيوم ولدته أمه. بس المسألة مش مسألة واحد يطوف بجسده، أن تطوف بروحك، أن تسعى بين الصفا والمروة لتتحرك، لتكون حياتك سعيا في سبيل الله، أن تطوف ببيت ربك لتتعلم أن لا يكون طوافك بأي بيت لا يرضي الله، وبأي بيت يعصى فيه الله، وبأي بيت يظلم فيه عباد الله، وبأي بيت يحارب فيه
دين الله وشريعة الله أن تعيش الطواف الروحي والسعي الروحي، وأن تنطلق في كل موقع من مواقعك لتعيش بعقلك وبروحك قبل أن تعيش بجسدك. وهكذا ليشهدوا منافع لهم، وهناك منافع اجتماعية عندما يتعارف المسلمون من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، يتعارفون فيما بينهم وينطلق التعارف ليتحول إلى علاقات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية، ولينطلق المسلمون هناك ليدرسوا مشاكلهم، حيث يقدم كل فريق من المسلمين للمسلمين الآخرين مشاكلهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأمنية وما إلى ذلك، ليكون المجتمع الإسلامي العالمي السنوي الذي يلتقي فيه المسلمون ليتعارفوا في قضاياهم ولينسقوا وليكتشفوا كل عناصر الوحدة فيما بينهم، وليتخففوا من كل آثار التفرقة والخلافات فيما بينهم، ولينطلقوا بالحوار في كل القضايا التي تهمهم. إن الحج عبادة، ولا بد للإنسان أن يخلص لهذه العبادة في الحج، ولكن الاهتمام بأمور المسلمين في الحج عبادة أيضا، ولكن تعارف المسلمين بين بعضهم في الحج عبادة، ولكن السعي إلى وحدة المسلمين من خلال هذا الاجتماع العالمي للمسلمين هذا عبادة، لأن الله يريد أن يعبد بوحدتنا، وأن يعبد بتعارفنا، وأن يعبد بتكافلنا وبتضامننا وبتكاملنا، لأن في ذلك العزة، كل العزة للإسلام وللمسلمين. وهذه من أعلى منافع الحج، ولذلك لا بد للمسلمين أن ينفتحوا على هذا الجانب من حياتهم، ولا بد أن يطوروا أساليب لقاءاتهم وأساليب طروحاتهم. فإذا أغلق أسلوب معين بفعل وضع معين، فلا بد لنا أن ننفتح على أسلوب آخر، حتى لا يكون الحج في المسألة الإسلامية جهدا ضائعا، لأن التوجيه المنحرف الذي تحاول فيه كل القوى المضادة للإسلام والمسلمين يرتكز على أساس أن لا ينفتح الحج على قضايا المسلمين جميعا، لأنه لو انفتح على قضايا المسلمين لرأى المسلمون فيه أساس وحدتهم. إن المسلم الذي يكفر المسلم الآخر كما نلاحظه في عملية التكفير المتبادل، عندما يرى المسلم يأتي من أقصى الغرب ومن أقصى الشرق ليصلي كما يصلي ويحج كما يحج ويمارس عباداته، فإنه ينزع عن نفسه كل الغشاوات التي أريد للمسلمين أن يضعوها على عقولهم في تكفير مسلم لمسلم، ويمكن لهم أن يتفاهموا حول ما يختلفون فيه، وأن يتفقوا حول ما يتفقون يلتقون عليه. هذه هي المسألة. إن مشكلة المسلمين في كثير من واقعهم هي أنهم يتخاطبون من بعد، وعندما يتخاطب الإنسان مع الآخر من بعد، فإن بعد المسافات
تمنع اللقاء على الأفكار وعلى المشاعر وعلى المصالح وعلى الأحاسيس. لذلك نلاحظ أن توجيه أهل البيت عليهم السلام لشيعتهم كان على أن يدخلوا في جماعة المسلمين، كانوا يؤكدون عليهم أن يحضروا جماعة المسلمين حتى لو اختلفوا معهم في المذهب، لأن العلاقات الاجتماعية العامة من الممكن أن تزيل كثيرا مما يمكن أن يركزه البعد هنا وهناك. وهناك المنافع الاقتصادية والسياسية وما ذلك، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، باعتبار أن لهذه للأنعام من الإبل والبقر والغنم، لأن لها دورا في عالم القربان وفي عالم الأضحية وفيما إلى ذلك، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن الطبيعي أن هذا توجيه للمسلمين بأن تكون الأضاحي التي تذبح هناك في أي مجال لا بد أن تستخدم في إطعام البائسين الفقراء، ولا بد أن يفكر بأية وسيلة بالوسائل الفقهية التي لا تبتعد عن الخط الفقهي في الفروض التي فرضها الله على الناس، لا بد أن يفكر بأية طريقة تمنع هذا النزف الاقتصادي الذي نجعلنا نرمي هذه الأضاحي في الرمال، وهناك الكثيرون ممن لا يجدون القوت في العالم الإسلامي. لا بد من دراسة دائمة متحركة على مستوى كل فقهاء المسلمين حتى تنسجم المسألة الفقهية الشرعية مع المسألة الاجتماعية والاقتصادية في الواقع الإسلامي. وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يريد لنا في هذا الجو من الحج أن يركز أيضا على التوحيد وعلى البعد عن الأصنام وعن البعد عن الباطل، فاجتنبوا الرس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الرس من كل هذه الأصنام التي يعبدها الناس، سواء كانت أصناماً حجرية أو أصناماً بشرية، واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا كلمة الباطل، اجتنبوها في أحاديثكم كلها، اجتنبوها في مواقفكم كلها، اجتنبوها في التزاماتكم كلها، اجتنبوا قول الزور في المواقف السياسية، فلا تؤيدوا من لا يجوز لكم تأييده أو ما لا يجوز لكم تأييده، ولا ترفضوا من لا يجوز لكم رفضه أو ما لا يجوز لكم رفضه، وهكذا لا تتحركوا في أي كلمة تبتعد عن الكلمات التي يريد الله للناس أن يأخذوا بها لتكون برنامج حياتهم في كل مجالاتهم. حنفاء لله يعني مائلين على عن الباطل إلى الحق، غير مشركين به. ويصور الله لنا الإنسان الذي يشرك بعبادة ربه أو يشرك بطاعة ربه أو يشرك بالخضوع لربه، يشرك غيره، فكأنما خر كيف الإنسان اللي بيكون بحيث في السماء ويخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إنه ينزل من الأعالي إلى الأسافل. أيها الأحبة، مسألة الحج هي مسألة أساسية كما قلنا، وقد جعله الله فريضة لكل من استطاع
ومن الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكل من استطاع الحج ولم يحج، لو مات ولم يحج فورد في بعض الأحاديث أنه يموت على غير الخط الإسلامي. ولذلك فسر ومن كفر، فسر بقوله من كفر يعني من لم يحج، يعني كفر الكفر العملي. هناك كفر عقيدة وهناك كفر العمل. هذا حتى أن تأخير الحج ومن كفر يعني ما بيحج، فإن الله غني عن العالمين. وقد اعتبر تأخير الحج عن سنة الاستطاعة من الكبائر. لذلك على الإنسان الذي يستطيع الحج وماليا وجسديا ولم تكن هناك أي موانع تمنعه عن الحج، عليه أن يحج باعتبار أنه فريضة من فرائض الله. وكما لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها اختيارا، لا يجوز لك أن تؤخر الحج عن زمن الاستطاعة ما أمكنك ذلك اختيارا. هذه مسألة لا بد لنا أن نأخذ بها. وعلى الإنسان أن لا يتعلل بأعماله التجارية أو بعلاقاته الخاصة، لأنه عندما يريد أن يتعلل بذلك ففي كل سنة تكثر أعماله عن كل سنة. وعلى الإنسان أن يخلص لله قبل أن يحج، فيتخفف من كل الأثقال التي يحملها من الامتناع عن حقوق الله سبحانه وتعالى وعن حقوق الناس في الحياة، لينطلق من موقع الطهر والإخلاص حتى يخرج من الحج طاهرا. وهناك كلمات في الحج يبدأ الإنسان بها حجة لا يريدها الله لك أن تتحدث بها في الحج فقط، ولكن الله يريد لك أن تتحدث بها في أي مرحلة من مراحل عمرك وفي أي مكان من أماكن مسؤولياتك. إنك في الإحرام تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنك تلبي ربك الذي دعاك إلى الحج. وإذا كانت التلبية على أساس الاستجابة لله في دعوتك إلى الحج، فإن دعوة الله لك إلى الحج هي ككل دعواته إلى كل ما أمر به وما نهى عنه. فالله كما دعاك للحج دعاك للصلاة وللصوم وللخمس وللزكاة وللجهاد وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعاك إلى أن تترك ما حرمه الله عليك وأن تتحمل مسؤوليتك في كل ما حملك الله من مسؤولية. لأن الله خاطبنا بقوله يا أيها الناس، وخاطبنا بقوله يا أيها الذين آمنوا. إنها نداءات الله إلينا لكي نجعل حياتنا طبقا لأوامره ولنواهيه، حتى نفعل ما يأمرنا به ونترك ما ينهانا عنه. لذلك إذا قلت لبيك اللهم لبيك في الحج، فحاول أن تدرس نفسك، هل صحيح أنك تلبي الله سبحانه وتعالى في كل نداءاته؟ فكر في كل حياتك، في كل علاقاتك، في كل أوضاعك، في كل مواقفك السياسية، في كل مواقفك الاجتماعية، في كل علاقاتك الاقتصادية، في كل علاقاتك العاطفية. فكر إن في كل واحدة من هذه الأمور لله أمرا ولله نهيا. فهل أنت جاهز الآن وأنت تقول لربك لبيك، تقولها بقلبك قبل أن تقولها بلسانك؟ هل أنت جاهز الآن لتقول لربك ولتشهد ربك على موقفك
أنك ستطيعه في كل ما أمرك به مع أهلك وعيالك وجيرانك والناس من حولك، مع كل الناس من المستضعفين ومن المستكبرين، مع كل مواقع الصراع هنا بين المؤمنين والكافرين وبين الظالمين والمظلومين. هل أنت مستعد أن تكون فريق الله وقد كنت في بعض أوضاعك فريق الشيطان، أو أنت لست مستعدا لذلك؟ ادرس قلبك، هل ينبض بالاستجابة لله؟ ادرس عقلك، هل يقرر أن ينفتح على الله؟ ادرس حركة جسدك، هل هو مستعد أن ينقاد لله؟ يروى أن الإمام الصادق عليه السلام كان إذا أراد أن يقول في حال الإحرام لبيك اللهم لبيك، كان يرتعد وكان يرتجف وكان يؤخر إطلاقة الكلمة من لسانه. فقيل له في ذلك: يا أبا عبد الله، إن الناس تقولها بشكل سريع ولكننا نراك تقولها بشكل آخر. قال: إني أخاف أن يقول لي لا لبيك ولا سعديك، أخشى أن يطلع الله على قلبي وأنا أقول له بلساني لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، فيرى أن قلبي لا يزال يستجيب للشيطان ولا يستجيب له، يستجيب للذين يدعوهم الناس أربابا من دون الله ولا يستجيب له، أخشى أن يطلع الله على قلبي فلا يرى صدق النية ولا يرى صدق العزيمة. لذلك لا بد أن يحضر الإنسان نفسه قبل أن يقول هذه الكلمة، أن يطوف بكل حياته، بكل علاقاته، بكل أوضاعه، بكل مواقفه التي فيها لله خط وفيها للشيطان خط، ليحدد نفسه والشيطان يدعوه والله يدعوه، هل هو مجاد في الاستجابة لله فيما يدعوه أو أنه ليس جادا في ذلك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لن أشرك بك أحدا يا رب، لن أشركه لأعتبره إلها، لن أشركه لأن أعتبره معبودا، لن أشركه لأعتبره مطاعا، لن أشركه لأنطلق في شريعته وفي قانونه. لبيك لا شريك لك، لن أقول هذه الكلمة لغيرك يا رب. معنى لا شريك لك هذا يعني يا رب أنا لن أقول هذه الكلمة التي تعبر عن الموقف الأساس في حياتي، لن أقولها لغيرك، إلا إذا كان هذا الغير ممن يدعو لك، ممن تكون كلمته كلمتك، وممن تكون شريعته شريعتك، وممن يكون دينه دينك. من أطاع الرسول فقد أطاع الله. لذلك عندما نقول للرسول لبيك، وعندما نقول للإمام لبيك، وعندما نقول للعلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه لبيك، نحن لا نقولها لهم ولكننا نقولها لله، لأنهم يأمروننا بما يأمر به الله وينهوننا عما ينهانا عنه الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لك الحمد يا ربي ولا حمد لغيرك، لأن كل حمد مستمد من حمدك، لأنك أعطيت الناس ما يحمدون به، فالحمد لك والنعمة لك أنت يا رب. إن الحمد والنعمة فما بكم من نعمة فمن الله، ليس لأحد نعمة علينا، حتى الذين أنعموا علينا لأنهم
أنعموا علينا مما أنعم الله به عليهم. فالنعمة لك يا رب، لأن ولذلك فإننا نشكرك أولا قبل أن نشكر الناس الآخرين، لأنك أنت الذي أعطيت الذين أعطونا، وأنت الذي مكنت الذين خدمونا ودافعوا عنا، أنت الذي ألهمتهم، وأنت الذي أعطيتهم، وأنت الذي أقدرتهم، فالنعمة لك أولا، ولذلك فالشكر لك أولا. إن المسألة تنطلق من خلال هذا الوعي، ولهذا على الإنسان أيها الأحبة أن يبتعد عن بعض الكلمات التي تعارف الناس عليها. عندما تقول لإنسان والله ما إلي إلا الله وإنت، اتكالي على الله وعليك، لا، هذا خطأ. صحيح أنك لا تقصد المعنى أنك تجعله مساويا لله، تقصد اتكالي على الله وانت باعتبار اللي الله سخرك إلي، لكن الكلمة توحي بمعنى لا ينسجم مع توحيد الله ومع الاستعانة بالله. عندما تقول ما إلي إلا الله وأنت، أو تقول أتوكل أو أتكل على الله وعليك، فقد جعلته. عندما سئل الإمام الصادق سلام الله عليه في بعض الكلمات أحاديث، سئل أنه عن تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أكثر الناس يؤمنون بالله لكن عندهم شرك، كيف ذلك؟ قال أن تقول تأتي إلى إنسان، تأتي إلى طبيب، لولا أنت لهلكت، لو ما أنت تخلصني كنت رحت، لو ما تعطيني كنت أنا سقطت، لولا هكذا. قالوا له يا ابن رسول الله ما مضمون الحديث، إذن كيف نتحدث؟ إحنا في ناس حقيقة أنقذونا من ورطة صعبة، ولو لم ننقذ من هذه الورطة فمعنى ذلك إحنا راح تكون حياتنا في خطر، أو ما كيف نتحدث في هذا الموضوع هذا؟ قال أن تقول لولا أن من الله علي بك لهلكت، لولا أن الله بعثك إلي، لولا أن الله سخرك إلي، لولا الله ألهمك أن تساعدني. عند ذلك أنت تفي بحق هذا الإنسان وتقدر له عمله، ولا تبتعد عن خط التوحيد، يبقى الله هو الأساس، بحيث لا تعطي العبد، لا تعطيه شهادة مطلقة، اربطه بالله، لولا أن من الله بك علي لكان كذا وكذا، وما إلى ذلك من هذا. فالنعمة لله، ولذلك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك. والمفروض أن الله لم يحرم علينا أن نستعين بالناس، لكن نستعين بالناس باعتبار أنهم الأدوات والوسائل التي سخرها الله لنا في كل حياتنا. والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك، فالله هو مالك الملك، نحن يملكنا ويملك ما يملكنا ما نملكه في الحياة. أن تعيش هذه الأجواء في العقيدة لتعتبر أن الله هو كل شيء، وتنطلق في حجك لتتحرك من مرحلة إلى مرحلة، ولتقف متأملا هنا ومتأملا هناك، ومحاسبا نفسك هنا عندما تقف في عرفة، وعندما تقف في المشعر الحرام، وعندما تبيت في منى، تتحرك هنا وهناك لتذكر اسم الله، ولتنفتح على الله، ولتحدد وأنت بين يدي الله كل تطلعاتك. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، اللهم ارزقني ولد، اللهم حسن رزقي، اللهم أعطني بيتا، لكن الآخرة ما في. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب،
ومنهم من يقول توازن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تعمل توازن، أنت في الدنيا لك حاجاتك وفي الآخرة لك تطلعاتك. اطلب من الله أن يؤمن لك الدنيا، واطلب من الله أن يوفقك لتتأمن لك الآخرة، لتأخذ نصيبا من هنا ونصيبا من هناك، ليكون لك نصيب مما اكتسبت. أن تظل مع الله تدعوه في كل حاجاتك، تذكره في كل مواقفك، تتطلع إليه، تتوجه إليه، لتشهده على قلبك أن حجك هذا سوف يجعلك إنسانا طيبا طاهرا مخلصا له ومخلصا لعباد الله. لا تتحرك مع الناس إلا بالخير، ولا تندفع إلا في موقف عدل، وتنطلق لتقف ضد كل ما هو ظلم. إن الحج يربطك بالحياة من خلال أنك تتحسس مسؤوليتك أكثر، وتنطلق في كل المواقع التي أراد الله لك أن تنطلق فيها أكثر. أيها الأحبة، أن نكون مسلمين، أن لا يكون الإسلام عندنا كلمة بل يكون الإسلام عندنا موقف. أن نكون المسلمين، أن لا يكون الإسلام شيء ونكون نحن شيئا آخر. إن الله أرادنا أن ننطلق في كلماتنا لتتحرك أعمالنا في هدى هذه الكلمات: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا تحدثنا في العدل فعلينا أن نكون العادلين وأن نكون مع العادلين، وإذا تحدثنا عن الصدق فعلينا أن نكون الصادقين ونتحرك مع الصادقين، وإذا تحدثنا عن الأمانة فعلينا أن نكون الأمناء على أموال الناس، كل الناس مسلمين وكافرين، وعلى أعراض الناس كل الناس مسلمين وكافرين، وعلى دماء كل الناس فيما لا يحل لنا من مسلمين ومن كافرين. إن القيمة أيها الأحبة لا تتجزأ، ليست المسألة أن تكون صادقا مع المسلم وكاذبا مع الكافر، أن تكون أمينا مع المسلم وخائنا مع الكافر. إن الله أراد للإنسان المسلم أن يكون الأمين، من حيث أن تكون الأمانة صفة تنفتح على الناس كلهم وتتحرك مع الناس كلهم. لذلك إن الإنسان المسلم لا بد أن يكون الإنسان الذي يدعو الناس بسلوكه قبل أن يدعو الناس بلسانه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. لم تتحدثون بالإسلام وتتحدثون بالتقوى وتتحدثون بالقيم الروحية والأخلاقية ولكنكم لا تطبقونها في واقعكم؟ حتى إذا عاش أحدكم في التجربة سقط أمام التجربة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إننا إذا استطعنا أن نغش بعضنا البعض، وإذا استطعنا أن نمثل على بعضنا البعض، فهل نستطيع أن نغش الله سبحانه وتعالى فيما نقصده وفيما ننويه؟ وهل نستطيع أن نتخفى عن الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ومن خلال ذلك كله، كما قلنا، إننا مسلمون نؤمن بالعدل، ولذلك ينبغي لنا أن نكون ضد كل ظلم. ونحن مسلمون نؤمن بالقيم التي أراد الله لنا أن نتحرك فيها في الحياة، فنقف ضد، نحن ضد الاستكبار وضد الكبر من كل متكبر. ولذلك لا بد لنا أن نكون ضد الظالمين، ولا بد أن نكون ضد كل المستكبرين. أن لا ننطلق في القضية من موقع عقدة، ولكننا ننطلق من خلال موقف. إن الله كما أراد لنا أيها الأحبة أن نعبده في صلاتنا وصومنا وحجنا ودعائنا وابتهالاتنا، فإن الله أراد لنا أن نعبده في مواقفنا
وفي مواقعنا، أن نعبده في إدارة سياسة أمور المسلمين بالطريقة التي تحتفظ للمسلمين بعزتهم وتحتفظ لهم بمصالحهم وتقوي لهم مواقعهم في الأرض. إن المسألة هي مسؤوليتنا جميعا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم؟ لذلك لابد لنا أن لا نمضي مع الفكرة التي تقول إن الإنسان عندما يحج إلى بيت الله عليه أن ينعزل عن الناس وأن يترك قضايا الناس وأن يجلس في البيت يعبد ربه. بمقدار ما تكون مستفيدا من دروس الحج ومن دروس الصلاة، بمقدار ما تندفع إلى الحياة. كن في كل ساحة من ساحات الصراع، كن في كل موقف من مواقف المواجهة، كن في كل موقع من مواقع الإصلاح. إن الله أعطانا طاقات وقال لنا إن نبيكم وأن كل الأنبياء، إن نبيكم محمد صلى الله عليه وآله أعطى كل طاقته لله سبحانه وتعالى في الدعوة إليه وفي الجهاد في سبيله وفي كل ما ينفع الناس مما يرضي الله. إنه أعطى كل حياته لله، وهو الذي كان يعبد الله عبادة لم يعبده أحد مثلها، ولكن عبادته لم تشغله عن حربه في سبيل الله، ولم تشغله عن سلمه في سبيل الله، ولم تشغله عن سياسته فيما هي السياسة التي يرضاها الله. إن النبي صلى الله عليه وآله كان العابد كأفضل ما يكون العابد، ولكنه كان الداعي كأعظم ما يكون الداعية، وكان المجاهد كأعظم ما يكون المجاهد. إن عليا عليه السلام كان يعيش عبادة الله حتى يذوب بين يدي الله، ولكنه كان الذي يحمل سيفه ليقاتل أعداء الله، وكان الذي يطلق كلمته ليواجه بها كل الذين يريدون أن يسقطوا قوة الإسلام من الناحية الفكرية. كان الإنسان المتحرك دائما، كان الإنسان الذي يعيش كل قضايا المسلمين ويقول حتى فيما يتعلق بحقه في الخلافة: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إلا علي خاصة. هكذا يجب أن نكون، أن لا ننعزل عن كل ساحات الصراع التي نخوضها ضد الاستكبار والمستكبرين، وأن نهتم بكل أمور المسلمين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز، والحمد لله رب العالمين.